وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا. تأخر سكنت، احتاج أصلي العصر قبل نبدأ. اللهم صل على محمد. يلا بسم الله، بسم الله نقرأ. ما زلنا نتكلم عن أنواع النفوس. قال النفس المطمئنة والنفس الأمارة بالسوء، ثم الآن سيتكلم عن النفس اللوامة. بسم الله، من قارئنا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تحبين نقرأ شيخنا؟ تفضل شيخ، امتعنا. الله يحفظك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وأما اللوامة فاختلف في اشتقاق هذه اللفظة، هل هو من التلوم وهو التلون والتردد، أو من اللوم، وعبارات السلف تدور على هذين المعنيين. قال سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم. وقال مجاهد: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه. وقال قتادة: هي الفاجرة. وقال عكرمة: تلوم على الخير والشر. وقال عطاء عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة. يلوم المحسن نفسه ألا يكون ازداد إحسانا، ويلوم المسيء نفسه ألا يكون رجع عن إساءته. وقال الحسن: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه على كل حالاته، يستقصرها في كل ما يفعل، فيندم ويلوم نفسه، وإن الفاجر ليمضي قدما لا يعاتب نفسه. فهذه عبارات من ذهب. لا إلى عفوا فهذه عبارات من ذهب إلى أنها من اللؤم، من اللوم. وأما من جعلها من التلوم فلكثرة ترددها وتلومها، وأنها لا تستقر على حال واحدة، والأول أظهر. فإن هذا المعنى لو أريد لقيل: المتلومة كما يقال المتلونة والمترددة، ولكن هو من لوازم القول الأول. يا سلام. فإنها لتلومها وعدم ثباتها تفعل الشيء ثم تلوم عليه، فالتلوم من لوازم اللوم. الله. والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة منهجية. هذه منهجية جميلة في العلم، وهي أن الجمع أولى من الطرح، الجمع من الأقوال أولى من طرح بعضها، طبعا إذا كان في وجه صحيح للجمع. نعم. والنفس قد تكون تارة أمارة وتارة لوامة وتارة مطمئنة، بل في اليوم الواحد والساعة الواحدة يحصل فيها هذا وهذا وهذا، والحكم للغالب عليها من أحوالها. فكونها مطمئنة وصف مدح لها، وكونها أمارة بالسوء وصف ذم لها، وكونها لوامة ينقسم إلى المدح والذم بحسب ما تلوم عليه. والمقصود ذكر علاج مرض القلب باستيلاء النفس الأمارة عليه، وله علاجان: محاسبتها ومخالفتها، وهلاك القلب من إهمال محاسبتها ومن موافقتها واتباع هواها. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره، تعرفون يعني كم الفرق الشاسع بين هذه النظرة التي عرضها ابن القيم رحمه الله وبين النظرة العلمانية التي لا ترتبط بدين. Be yourself. Be yourself. واضح؟ نعم. وفي الحديث الذي رواه أحمد وغيره من حديث شداد بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله. دان نفسه أي حاسبها. وذكر الإمام أحمد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا، فإنه أهون عليكم في الحساب غدا. فإنه أهون عليكم في الحساب غدا أن تحاسبوا أنفسكم اليوم، وتزينوا للعرض الأكبر يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وذكر أيضا عن الحسن قال: ليش أهون؟ ليش أهون؟ لأن إذا حاسبت نفسك الآن
عرفت ذنوبك وتبت منها واستغفرت فقبلت استغفارك وقبل، عرفت ذنوبك فعملت حسنات لتغطي عليها، لكن يوم القيامة ما ينفعك هذا لأنك لا تستطيع أن تفعل هذا. نعم. وذكر أيضا عن الحسن قال لا يلفى المؤمن إلا يحاسب نفسه، يعني لا تجد، لا يلفى، لا تجده، you will not find him except إلا يحاسب نفسه، ما أردت بكلمتي وماذا أردت بأكلتي وماذا أردت بشربتي، والفاجر يمضي قدما لا يحاسب نفسه. شوف أخوات كيف حتى في الأكل والشرب. وقال قتادة في قوله تعالى وكان أمره فرطا أضاع نفسه وغبن، مع ذلك تراه حافظا لماله مضيعا لدينه. وقال الحسن إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. وقال ميمون بن مهران لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، ولهذا قيل النفس كالشريك الخوان إن لم تحاسبه ذهب بمالك. يعني إحنا في زماننا ممكن تقول لا يكون العبد تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الـRS. الله. يعني الشريك يعني في المال في ال... نعم. وقال ميمون بن مهران، وقال ميمون بن مهران أيضا إن التقي أشد محاسبة لنفسه من سلطان عاص ومن شريك شحيح. وذكر الإمام أحمد عن وهب قال مكتوب في حكمة آل داود حق على العاقل ألا يغفل عن 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها مع إخوانه الذين يخبرونه بعيوبه ويصدقونه ويصدقونه عن نفسه، وساعة يتخلى فيها بين نفسه وبين لذاتها فيما يحل ويجمل، فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات وإجماما للقلوب. وقد روي هذا مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، رواه أبو حاتم ابن حبان وغيره. وكان الأحنف بن قيس يجيء إلى المصباح فيضع إصبعه فيه ثم يقول حس يا حنيف، حس 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 يعني ها ما حملك على ما صنعت يوم كذا، ما حملك على ما صنعت يوم كذا. وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله حاسب شو شو. يعني هذه مسألة فيها يعني الصوفية قاموا بعمل مبالغات في هالقضية ورووا أشياء حتى لا تعقل، أظنها كذب في هذا الباب اللي هو باب عقوبة النفس ومحاسبتها. طيب يعني ذكروا أمثلة كذا غريبة وأظن فيها كذب بلا شك. يعني مثلا امرأة تغزل بها رجل فقال ما الذي دعاك يعني تفتن بي؟ قال رأيت عينك بارزة فحست أن هذا ذنب عليها أن عينها طلعت ففقعت عينها. يعني إيش هالكلام هذا؟ طيب أو مثلا بعضهم كان يحرق نفسه مثل قصة هذا المصباح أو يضع يده على النار أو واضح؟ هل هذا مشروع؟ هل هذا صحيح؟ طبعا إذا كان في مبالغة وإيذاء بهذه الدرجة محرم، لكن مثل المصباح هذا يعني كذا يلمس شيء حار يذكره بحرارة النار وذكروا هذا وجعلوه يعني كأنه منهج وكذا. سأقول لكم كلمة جامعة في هذا الباب، في بعض هذه المرويات العيب ليس في فعلها بل في نقلها أو في الاقتداء بها. يعني ما فعله أحنف هذا، إنما هو فعله شيء ذاتي فعله لنفسه بس ما يكون محل اقتداء، ما ينقل على إنه يقتدى به، إن هذا ليس هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الواجب يستغفر وخلاص يحاسب نفسه بدون هالأسلوب، واضح؟ لكن هذه الأفعال توجد في نفسك معنى إن هؤلاء كانوا فعلا فيهم شدة على أنفسهم، وذلك الإنسان قد يتخير لنفسه لذات نفسه عبادة أو طريقة أو كذا يعاتب فيها نفسه ويعالج ويعاقب فيها نفسه، لكن ليس بضرورة تكون تشريع،
مو معناه ان واحد مثلا كان يكتب ورقه مكتوب عليها يا داود ان عذاب الله شديد وان النار قعرها بعيد وان مقامعها من حديد، ياخذها كذا ويقرا فيها ويبكي. مو معناه ان صار كل واحد يحط له ورقه، لا، جنسه هذا مشروع لك، عرفت؟ انه يصير يذكر نفسه وكذا. اما كيف والكيفيه فما فيها، لا يقال ان هذا هو شيء يقتدى به بالضروره. واحد يحفر قبر وينزل فيه، ما تجي بكره تحفر في الباكيار تبع القبر وتنزل فيه كل شوي، واضح؟ او تروح للمقبره وتنزل في قبر محفور، ما ليس بالضروره هذا محل الاقتداء، لا يناسب. ولو فعله انسان فعله في نفسه، في حياته بذات نفسه، واضح؟ نعم. وكتب عمر بن الخطاب إلى بعض عماله: حاسب نفسك في الرخاء قبل حساب الشدة، فإن من حاسب نفسه في الرخاء قبل حساب الشدة عاد أمره إلى الرضا والغبطة، ومن ألهته حياته وشغلته أهواؤه عاد أمره إلى الندامة والحسرة. وقال الحسن: المؤمن قوام على نفسه، يحاسب نفسه لله، وإنما خف الحساب يوم القيامة على قوم حاسبوا أنفسهم في الدنيا، وإنما شق الحساب يوم القيامة على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. إن المؤمن يفجأه الشيء ويعجبه فيقول: والله إني لأشتهيك، وإنك لمن حاجتي، ولكن والله ما من صلة إليك، هيهات، حيل بيني وبينك. ويفرط منه الشيء فيرجع إلى نفسه فيقول: ما أردت إلى هذا، مالي ولهذا، والله لا أعود إلى هذا أبدا. إن المؤمنين قوم أوقفهم القرآن وحال بينهم وبين هلكتهم. إن المؤمن أسير في الدنيا يسعى في فكاك رقبته، لا يأمن شيئا حتى يلقى الله، يعلم أنه مأخوذ عليه في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي جوارحه، مأخوذ عليه في ذلك كله. وقال مالك بن دينار: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا؟ يعني أنت اللي فعلتي هذا وفعلتي هذا. نعم. ثم زمها، ثم خطمها، ثم ألزمها كتاب الله عز وجل، فكان لها قائدا. الزم والخطام يعني like when you ride a horse in the leaf, you tight and you pull. So that's what you do to yourself. You pull it away from the haram and you control it 100%. وقد مثلت النفس مع صاحبها بالشريك في المال، فكما أنه لا يتم مقصود الشركة من الربح إلا بالمشارطة على ما يفعل الشريك أولا، ثم بمطالعة ما يعمل والإشراف عليه ومراقبته ثانيا، ثم بمحاسبته ثالثا، ثم يمنعه من الخيانة إن اطلع عليه رابعا. فكذلك النفس يشارطها أولا على حفظ الجوارح السبعة التي حفظها هو رأس المال والربح بعد ذلك، فمن ليس له رأس مال فكيف يطمع في الربح؟ الله. يعني بمعنى أنك إذا ما حافظت على جوارحك هذه ما في فائدة من الأعمال، ما يكون لها أثر كبير، ولا لازم تتعلم تحفظ جوارحك. نعم. وهذه الجوارح، كل هذا الكلام مهم جدا، وهذه الكلام مهم جدا كمنهجية في تعليم المسلمين الجدد، في تعليم أولادنا وبناتنا، في تعليم يعني الذين أتوا إلى الالتزام وبدأوا يلتزمون بدين الله. هذه المعاني يجب أن ترسخ في قلوب الناس، قلوب الشباب. نعم. وهذه الجوارح السبعة، وهي العين والأذن والفم واللسان والفرج واليد والرجل، هي مركب العطب والنجاة. فمنها عطب من عطب بإهماله وعدم حفظ بإهمالها وعدم حفظها، ونجا من نجا بحفظها ومراعاتها. فحفظها أساس كل خير، وإهمالها أساس كل شر. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقال: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. وقال: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن،
وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإذا شارطها على قوله تعالى: إنك لن تخرق الأرض طيب ولن تبلغ الجبال طول. طيب أنا يعني سبحان الله كم أقرأ هالآية تحجب أقول يعني إيش معنى تخرق الأرض؟ ليش تخرق الأرض؟ دائما المتكبر ما يخرق الأرض أصلا، ما يدخل جوة تحت، صح؟ جبال يتباهي كذا كأنه كالجبال طول وبروز. فكم المعاني اللطيفة التي خطرت لي أني رأيت كيف وقفة المتكبر. شفت إنسان كذا متكبر لما يقف، طيب كيف يفعل؟ يقول كذا صح، ويضغط برجله في الأرض عشان ينفخ صدره ويرفع رأسه، صح ولا لا؟ You guys know that? He pushed down عشان يطلع، يقول لك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. سبحان الله، يعني لما تقرأها أنا في يتمثل في أمامي وقفة الشخص المتكبر الأرغنت كذا. وإذا أردت يعني تراها يعني بدون ما ندخل في البوليتكس وكذا، يعني شوف ترامب كيف لما كان يوقف تقول يضرب برجله في الأرض بس عشان ينفخ صدره. سبحان الله، مثال واضح على الكبر. ما رح تخلق الأرض يا حبيبنا، أنت لا شيء. نعم. فإذا شارطها على ما أدري هل هل, هل 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 أحدكم فكر في هذا قبل هذا؟ لا، بس يعني شيء كان يخطر في بالي. نعم. نعم. فإذا شارطها. إيه. طيب، فإذا شارطها على حفظ هذه الجوارح انتقل منها إلى مطالعتها والإشراف عليها ومراقبتها فلا يهملها، فإنه إن أهملها لحظة وقعت في الخيانة ولا بد. فإن تمادى على الإهمال تمادت في الخيانة حتى يذهب رأس المال، حتى يذهب رأس المال كله. فمتى أحس بالنقصان انتقل إلى المحاسبة، فحينئذ يتبين له حقيقة الربح والخسران. فإذا أحس بالخسران وتيقنه استدرك منها ما يستدركه الشريك من شريكه من الرجوع عليه بما مضى والقيام بالحفظ والمراقبة في المستقبل، ولا مطمع له في فسخ عقد الشركة مع هذا الخائن والاستبدال بغيره، فإنه لا بد له منه، فليجتهد في مراقبته ومحاسبته وليحذر من إهماله. ويعينه على هذه المراقبة والمحاسبة معرفته أنه كلما اجتهد فيها اليوم استراح منها غدا إذا صار الحساب إلى غيره، وكلما أهملها اليوم اشتد عليه الحساب غدا. ويعينه عليها أيضا معرفته أن ربح هذه التجارة السكن الفردوس والنظر إلى وجه الرب سبحانه، وخسارتها دخول النار والحجاب عن الرب تعالى. فإذا تيقن هذا هان عليه الحساب اليوم. فحق على الحازم المؤمن بالله واليوم الآخر ألا يغفل عن محاسبة نفسه والتضييق عليها في حركاتها وسكناتها وخطراتها وخطواتها. فكل نفس من أنفاس العمر جوهرة نفيسة لا خطر لها، يمكن أن يشترى به كنز من الكنوز لا يتناهى نعيمه أبد الآباد. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صحيح. كل نفس تقدر، كل نفس تشتري به كنز. نفس يعني دقيقة ثانية، لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة، عشان بس يفهم معنى كلام. نعم. فإضاعة هذه الأنفاس أو اشتراء صاحبها بها ما يجلب هلاكه خسران عظيم لا يسمح بمثله إلا أجهل الناس وأحمقهم وأقلهم عقلا. وإنما يظهر له حقيقة هذا الخسران يوم التغابن، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. في أحد يريدكم القراءة؟ بسم الله. أحب النوع بس والله. أحد يريد يقرأ يحمل عن الشيخ؟ طيب شيخ معلش تكمل شوي. ومحاسبة النفس نوعان، نوع قبل العمل ونوع بعده. فأما النوع الأول فهو أن يقف عند أول همته وإرادته ولا يبادر بالعمل حتى يتبين له رجحانه على تركه،
قال الحسن: رحم الله عبدا وقف عند همه، فإن كان لله مضى وإن كان لغيره تأخر. وشرح هذا بعضهم فقال: إذا تحركت النفس لعمل من الأعمال وهم به العبد وقف أولا ونظر هل ذلك العمل مقدور له أم غير مقدور ولا مستطاع، فإن لم يكن مقدورا لم يقدم عليه، وإن كان مقدورا وقف وقفة أخرى ونظر هل فعله خير من تركه أو تركه خير من فعله، فإذا كان الثاني تركه ولم يقدم عليه، وإن كان الأول وقف وقفة ثالثة ونظر هل الباعث عليه إرادة وجه الله وثوابه أم إرادة الجاه والثناء والمال من المخلوق، فإن كان الثاني لم يقدم عليه وإن أفضى به إلى مطلوبه لئلا تعتاد النفس الشرك ويخف عليها العمل لغير الله، فبقدر ما يخف عليها ذلك يثقل عليها العمل لله حتى يصير أثقل شيء عليها. وإن كان الأول وقف وقفة أخرى ونظر هل هو معان عليه وله أعوان يساعدونه وينصرونه إذا كان العمل محتاجا إلى ذلك أم لا، فإن لم يكن له أعوان أمسك عنه كما أمسك النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد بمكة حتى صار له شوكة وأنصار، وإن وجده معانا عليه فليقدم عليه فإنه منصور ولا يفوت النجاح إلا من فوات خصلة من هذه الخصال، وإلا فمع اجتماعها لا يفوته النجاح. الله أكبر. فهذه أربع مقامات يحتاج إلى محاسبة نفسه عليها قبل الفعل، فلا كل ما يريد العبد فعله يكون مقدورا له، ولا كل ما يكون مقدورا له يكون فعله خيرا له من تركه، ولا كل ما يكون فعله خيرا له من تركه يفعله لله، ولا كل ما يفعله لله يكون معانا عليه. فإذا حاسب نفسه على ذلك تبين له ما يقدم عليه وما يحجم عنه. الله. أربع أشياء. نعم. فصل. النوع الثاني من محاسبة النفس بعد العمل، وهو ثلاثة أنواع. أحدها محاسبتها على طاعة قصرت فيها من حق الله فلم توقعها على الوجه الذي ينبغي، وحق الله في الطاعة بمراعاة ستة أمور قد تقدمت، وهي الإخلاص في العمل، والنصيحة لله فيه، ومتابعة الرسول فيه، وشهود مشهد الإحسان فيه، وشهود منة الله عليه فيه، وشهود تقصيره فيه بعد ذلك كله. فيحاسب نفسه هل وفى هذه المقامات حقها، وهل أتى بها في هذه الطاعة. الثاني أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خيرا له من فعله. الثالث أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد لما فعله، وهل أراد به الله والدار الآخرة فيكون رابحا فيه، أو أراد به الدنيا وعاجلها فيخسر ذلك الربح ويفوته الظفر به. لعلي أقرأ شيخ. شيخنا بس ممكن بس هذه بسم الله شيخنا. أيوة تفضل. تفصل لنا بس في هذه اللي هي الثالثة. لا قصدي في هذه الأنواع الثلاثة. قال محاسبة النفس بعد العمل، يعني بعد ما عملت عمل تسأل نفسك محاسبة قصرت فيها من حق الله، ما هو حق الله عليك؟ قال ستة: الإخلاص في العمل، والنصيحة يعني أن تكون تقصد بها الخلوص تم، يعني الإخلاص في العمل يعني يكون ابتداء عملك لله، والخلوص يكون كله من أول إلى آخر ما قصدت به إلا الله وردت به يعني ثوابه وما عنده، فيها تداخل مع ما قبل. أيضا متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل أنا أديت على اتباع السنة ولا لا؟ وشهود مشهد الإحسان، يعني وأنا أعمله هل أنا أستحضر أن الله يراني، هل أنا أستحضر أن الله مطلع علي، هذا حتى تقوم العمل على وجهه التام تجمع هذه الأمور. وشهود منة الله أصلي أعرف أن الله الذي هداني، وأن الله هو الذي وفقني، وأن الله هو الذي شرع صدري ومكنني من هذا. وشهود تقصيري بعد كل هذا تعرف أنك أنت صلاتك ما زال فيها تقصير، بعد كل ما سويت وكل ما قام في قلبك تعلم أنه ممكن تسوي أحسن وأفضل، وأنك لست لا تغتر بعملك. طيب
فيحاسب نفسه وهل وفى هذه المقامات حقها أم لا. هذا النوع الأول. النوع الثاني أن يحاسب نفسه على عمل كان تركه خير له من عمله. أنا ليش سويت هذا؟ قد يكون هذا عمل مفضول وضيع علي الفاضل، أو أنا اشتغلت بهذا وكانت العاقبة أسوأ وسيئة وغير جيدة وأدت إلى مشاكل، ليش أنا سويت هذا؟ كان المفروض كان الأولى تركه. واضح؟ هذا المسألة فيها شبهة، كان الأولى لي أن أتركه. وهكذا أن يحاسب نفسه على أمر مباح أو معتاد. هل أنا لما فعلت الأمر المباح، طيب الحين أنا مثلا أكلت، لو أنا احتسبت نيتي في هذا الأكل أني أتقوى به على الصلاة والعبادة وكذا، كان أجرت. أنا مثلا رحت اشتريت أكل عشان كذا تأخرت عليكم، رحت اشتريت أكل لأولادي، وأنا اشتريت أكل لأولادي، لو أنا استحضرت نية أني أريد أفرحهم وأطعمهم وأحسن إليهم، أجرت على هذا المال وهذا الوقت الذي ذهب. لكن إذا كنت يا ربي أمهم ما طبخت اليوم، ما لازم أروح أجيب لهم أكل، وهذا هذا كل اللي في نفسي. واضح؟ أو أنا ما شو اسمه ما عملنا لهم أكل، صار هذا ما في أجر. واضح؟ فاتت علي فرصة للأجر. واضح؟ هذا الأمر الثالث. تخيل يعني كل هذه المحاسبات بعد العمل، وما سبق كان قبل العمل أربع مقامات، طيب تفكر فيها قبل ما تسوي ثم بعد ما تفعل. قال فصل: وأضر ما عليه الإهمال وترك المحاسبة والاسترسال وتسهيل الأمور وتمشيتها، فإن هذا يؤول به إلى الهلاك، وهذه حال أهل الغرور، يغمض عينيه عن العواقب ويمشي الحال. يمشي الحال، حنا نستخدم هذا في العامية، يمشي الحال ويمشي الحال ويتكل على العفو، فيهمل محاسبة نفسه والنظر في العاقبة، وإذا فعل ذلك سهل عليه مواقعة الذنوب وأنس بها، وعسر عليه فطامها. يعني إيش فطامها؟ تركها، فطام الصبي تركه من من اللبن، يعني ما يشرب اللبن من ثدي أمه. ولو حضره رشده لعلم أن الحمية أسهل من الفطام وترك المألوف والمعتاد. قال ابن أبي الدنيا: حدثني رجل من قريش أن ذكر أنه من ولد طلحة بن عبيد الله، قال: كان توبة ابن الصمة بالرقة، وكان محاسبا لنفسه، فحسب يوما فإذا هو ابن 60 سنة، فحسب أيامها فهي 21,000 يوم و500 يوم، فصرخ وقال: يا ويلتا، ألقى ربي 21,000 ذنب كي وفف في كل يوم آلاف من الذنوب. ثم خر مغشيا عليه فإذا هو ميت، فسمعوا قائلا يقول: يا لك ركضة إلى الفردوس الأعلى. وجماع ذلك أن يحاسب نفسه أولا على الفرائض، فإن تذكر فيها نقصا تداركه إما بقضاء أو إصلاح، ثم يحاسبه على المناهي، فإن عرف أنها ارتكب منها شيئا تداركه بالتوبة والاستغفار والحسنات الماحية، ثم يحاسب نفسه على الغفلة. شوف، بدأ بالواجبات قبل المحرمات، لأن ترك الواجب جنسه أعظم من فعل المحرم. قال: فإن كان قد غفل عما خلق له تداركه بالذكر والإقبال على الله، ثم يحاسبها بما تكلم به أو مشت إليه رجلاه أو بطشته يداه وإذا أو سمعته أذناه: ماذا أردت بهذا؟ ماذا أردت بهذا؟ ومن لمن فعلتيه؟ وعلى أي وجه فعلتيه؟ ويعلم أنه لابد أن ينشر لكل حركة وكلمة منه ديوانان: ديوان لما فعلته، وديوان كيف فعلته. فالأول سؤال عن الإخلاص، والثاني سؤال عن المتابعة. قال تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. وقال تعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليك نبأهم، فلنقصن عليك بعلم وما كنا غائبين. وليسأل الصادقين عن صدقهم، فإذا سئل الصادقون وحوسبوا على صدقهم فما الظن بالكاذبين. قال مقاتل يقول تعالى: أخذنا ميثاقهم لكي يسأل الله الصادقين، يعني به النبيين، عن تبليغ الرسالة. وعن مجاهد: يسأل المبلغين المؤدين عن الرسل، يعني هل بلغوا عنهم كما يسأل الرسل هل بلغوا عن الله. والتحقيق أن الآية تتناول هذا وهذا، فالصادقون هم الرسل والمبلغون عنهم، فيسأل الرسل عن تبليغ رسالاته، ويسأل المبلغين عنهم عن تبليغ ما بلغتهم الرسل، ثم يسأل الذين بلغتهم الرسالة ماذا أجاب المرسلين، كما قال تعالى: يوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين.
قال قتادة كلمتان يسأل عنهما الأولون والآخرون، ماذا كنتم تعبدون وماذا أجبتم المرسلين، فيسأل عن المعبود وعن العبادة. وقال تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. قال محمد بن جرير يقول تعالى ثم ليسألنكم الله عز وجل عن النعيم الذي كنتم فيه في الدنيا، ماذا عملتم فيه ومن أين وصلتم إليه وفيما أصبتوه وماذا عملتم به. قال قتادة إن الله سائل كل عبد عما استودعه من نعمته وحقه، والنعيم المسؤول عنه نوعان، نوع أخذ من حله وصرف في حقه فيسأل عن شكره، ونوع أخذ بغير حله وصرف بغير حقه فيسأل عن مستخرجه ومصرفه. فإذا كان العبد مسؤولا ومحاسبا على كل شيء حتى على سمعه وبصره وقلبه كما قال تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، فهو حقيق أن يحاسب نفسه قبل أن يناقش الحساب. وقد دل على وجوب محاسبة النفس قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. يقول تعالى لينظر أحدكم ماذا قدم ليوم القيامة من الأعمال، من الصالحات التي تنجيه أم من السيئات التي تبقه. قال قتاده ما زال ربكم يقرب الساعة حتى جعلها كغد. والمقصود أن صلاح القلب محاسبة النفس وفساده بإهمالها والاسترسال معها. وفي محاسبة النفس عدة مصالح، يعني إيش فوائد منها؟ طبعا محاسبة النفس هل هي واجبة غير واجبة، هو انتصر القول بالوجوب هنا ولا مسألة بحال خلاف بين العلماء رحمه الله، وقوله ظاهر يعني جنس المحاسبة واجب. وفي لكن ليست المحاسبة على الصورة الدقيقة اللي ذكرها بهذه الأربع والست ومدري إيش، لا جنس المحاسبة يحاسب نفسه من فترة إلى فترة. طيب قالوا في محاسبة النفس عدة مصالح، منها الاطلاع على عيوبها، ومن لم يطلع على عيب نفسه لم يمكنه إزالته، فإذا اطلع على عيبها مقتها في ذات الله. وقد روى الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يمقت الناس في جنب الله ثم يرجع إلى نفسه فيكون لها أشد مقتا. قال مطرف بن عبد الله لولا ما أعلم من نفسي لقليت الناس. قال مطرف في دعائه في عرفة اللهم لا ترد الناس لأجلي. لا طيب مقصود أنك تعرف ضعف نفسك وتعرف عجز نفسك، بخلاف يعني الحين يقولك لا أنت لا تغتر بنفسك بس، هذه الفكرة. وإلا مو المقصود أنك تكره نفسك you hate yourself. لا قال بكر بن عبد الله المزني لما نظرت لأهل عرفات ظننت أنهم قد غفر لهم لولا أني كنت فيهم. وقال أيوب السختياني إذا ذكر الصالحون كنت عنهم بمعزل. هذا من تواضعه رحمه الله. طيب ولما احتضر سفيان الثوري دخل عليه أبو الأشهب حماد بن سلمة فقال له حماد يا أبا عبد الله أليس قد أمنت مما كنت تخافه وتقدم على من ترجوه وهو أرحم الراحمين؟ فقال يا أبا سلمة أتطمع لمثلي أن ينجو من النار؟ قال إي والله إني لأرجو ذلك يا سلام. وذكر ابن زيد عن مسلم بن سعيد الواسطي قال أخبرني حماد بن جعفر بن زيد أن أباه أخبره قال خرجنا في غزوة إلى كابل وفي الجيش الصلة بن أيشيم، فنزل الناس عند العتمة فصلوا ثم اضطجع فقال الأرمقن عمله، فالتمس غفلة الناس حتى إذا قلت هدأت العيون وثب فدخل غيضة قريبة منه، يعني منطقة كثيفة الشجر يعني بوشز، فتوضأ ثم قام يصلي وجاء أسد حتى دنا منه فصعدت في الشجرة. هو خاف مسكين جاب الأسد، هو صعد في الشجرة فوق خايف، فتراه التفت أو عده جروة، فلما سجد قلت الآن يفترسه. طيب ثم سلم ثم قال أيها السبع اطلب الرزق من مكان آخر، فولى وإن له لزئيرا أقول تصدع الجبال منه. هذا أسد زئيره يصدع الجبال منه. قال فما ذلك ذلك يصلي حتى كان عند الصبح جلس فحمد الله بمحامد لم أسمع بمثلها، ثم قال اللهم إني أسألك أن تجيرني من النار ومثلي يجترئ أن يسألك الجنة. قال ثم رجع وأصبح كأنه بات على الحشايا، وأصبحت وبي من الفترة شيء الله به عالم. يعني المقصود هنا يعني هو لما صلى وانتهى رجع ونام كأنه كان نايم طول الليل معهم
حتى لا يعرف أنه كان يصلي في الليل. يقول وأنا مفزوع خائف، خائف من الأسد يرجع مرة ثانية، خائف من هذا الأمر العظيم، كيف هذا الإنسان على عبادتي وكذا وأنا على تقصيري. قال يونس بن عبيد وإني لأجد 100 خصلة من خصال الخير ما أعلم أن في نفسي منها واحدة. شوف كيف يرجع إلى نفسه باللوم. قال محمد بن واسع لو كان للذنوب ريح ما قدر أحد أن يجلس إليه. وذكر ابن أبي الدنيا عن الجلد بن أيوب قال كان راهب في بني إسرائيل في صومعة منذ 60 سنة، فأتى في منام فأتي في منام فقيل له إن فلانا الإسكاف خير منك ليلة بعد ليلة. إسكاف يعني إيش؟ the one who fix shoes. فأتى الإسكاف فسأله عن عمل فقال إني رجل لا يكاد يمر بي أحد إلا ظننته أنه في الجنة وأنا في النار، ففضل على الراهب بإزرائه على نفسه. وذكر داود الطائي عند بعض الأمراء فأثنوا عليه فقال لو يعلم الناس بعض ما نحن عليه ما ذل لنا لسان بذكر خير أبدا. قال أبو حفص من لم يتهم نفسه على دوام الأوقات ولم يخالفها في جميع الأحوال ولم يجرها إلى مكروهها في سائر أوقاته كان مغرورا، ومن نظر إليها باستحسان شيء منها فقد أهلكها. فالنفس داعية إلى المهالك، معينة للأعداء، طامحة إلى كل قبيح، متبعة لكل سوء، فيهتجري بطبعها في ميادين المخالفة. فالنعمة التي لا خطر لها الخروج منها والتخلص من رقها، فإنها أعظم حجاب بين العبد وبين الله، وأعرف الناس بها، يعني النفس أشدهم إزراء عليها ومقتا لها. قال ابن أبي حاتم في تفسيره حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا المقدمي قال حدثنا عامر بن صالح عن أبيه عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال اللهم اغفر لي ظلمي وكفري. فقال قائل يا أمير المؤمنين هذا الظلم فما بال الكفر؟ قال إن الإنسان لظلوم كفار. وحدثنا يونس قال وحدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود عن الصلت بن دينار حدثنا بقية بن صهبان الهنائي قال سألت عائشة عن قول الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه. فقالت يا بني هؤلاء في الجنة، أما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة والرزق، وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق بهم، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك، فجعلت نفسها معنا. يقول وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا شريك عن عاصم عن أبي وائل عن مسروق قال دخل عبد الرحمن على أم سلمة فقالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أصحابي لمن لا يراني بعد أن أموت أبدا. فخرج عبد الرحمن من عندها مذعورا حتى دخل على عمر فقال له اسمع ما تقول أمك. فقال عمر حتى أتاها فدخل عليها فسألها ثم قال أنشدك بالله أمنهم أنا؟ قالت لا ولن أبرئ بعدك أحدا. فسمعت شيخنا يقول إنما أرادت أني لا أفتح علي هذا الباب ولم ترد أنك وحدك البريء من ذلك دون سائر الصحابة. شيخنا يعني ابن تيمية. ومقت النفس في ذات الله من صفات الصديقين، ويدنو العبد به من الله سبحانه في لحظة واحدة أضعاف أضعاف ما يدنو بالعمل. ذكر ابن أبي الدنيا عن مالك بن دينار قال إن قوم بني إسرائيل كانوا في مسجد لهم في يوم عيد، فجاء شاب حتى قام على باب المسجد فقال ليس مثلي يدخل معكم، أنا صاحب كذا أنا صاحب كذا، يجري على نفسي. فأوحى الله إلى نبيهم أن فلانا صديق. طبعا يجري على نفسه بعد توبته، مش يعني أنا والله يعني يقر بالمعاصي ومداوم عليها. قال وعن وهب أن رجلا، وقال الإمام أحمد حدثنا محمد الحسن بن أتش حدثنا منذر عن وهب قال أن رجلا سائحا عبد الله عز وجل 70 سنة ثم خرج يوما فقلل عمله وشكى إلى الله منه واعترف بذنبه، فأتاه آت من الله فقال إن مجلسك هذا أحب إلي من عملك فيما مضى من عمرك. قال أحمد وحدثني عبد الصمد قال حدثنا أبو هلال حدثنا قتادة قال عيسى بن مريم سلوني فإني لين القلب صغير عند نفسي. وذكر أحمد أيضا عبد الله بن رباح الأنصاري قال كان داود ينظر أغمص حلقة في بني إسرائيل
فيدل بين ظهرانيهم ثم يقول يا ربي مسكين بين ظهراني مساكين. وذكر عن عمران بن مسلم القصير قال قال موسى يا رب أين أبغيك؟ قال ابغني عند المنكسرة قلوبهم فإني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك انهدموا. وفي كتاب الزهد الإمام أحمد أن رجلا من بني إسرائيل تعبد 60 سنة في طلب حاجة فلم يظفر بها، فقال في نفسه والله لو كان فيك خير لظفرت بحاجتك. فأتي في المنام فقيل له أرأيت إزراءك على نفسك تلك الساعة؟ فإنه خير من عبادتك تلك السنين. ومن فوائد محاسبة النفس أنه يعرف بذلك حق الله عليه. يعني مسألة الإزراء على النفس يجب تكون فيها نوع من الموازن، يعني بمعنى أنك أبدا لا تجعل في نفسك تغتر بنفسك، أبدا لا تظن مهما فعلت أنك خلاص أنك كامل أنك الشيخ العظيم الجل. بس هذا لا يعني الثقة بالنفس، لا يعني الإنسان يكون أيضا يرجو من الله الخير ويرجو من نفسه الخير ويظن بنفسه إن شاء الله أنه على خير ويسأل الله القبول، ولكن مع ذلك لا يأمن نفسه، لا يأمن أنها تنقلب، لا يأمن أنها. وهذا مهم. الحين تجد بعض الناس يعني مثلا اليوم سمعت عن واحد من طلبة العلم يقول عن نفسه يقول أنا أعرف المذاهب الأربعة كلها بكل أدلتها التفصيلية وأحفظها عن ظهر قلب. خير إن شاء الله. لو أنت إيش يا أخي تعرف المذاهب الأربعة كلها بتفاصيلها بأدلتها، هذا مدح للنفس، يعني ثقة بالنفس. ولو واحد يقول يعني نحن في كذا ظهرت عند بعض الناس أن هذا العارف بالله الثقة بالله، لما يكون مثلا بعض الناس قالوا ظهرت بعض المقولات عند المتصوف في زمانه، ليش الحشد لهذا العدد من الأثار حتى يهدم هذه المعاني؟ صدر مثلا فلان هذا أعطاه الله كلمة كن فيكون، يعني عنده كن فيكون، الله أعطاه الكلمة التكوينية يقولون، فيقول الشيء كن فيكون. هذا لو دخل النار لانقلبت حشيشا أخضر ابن 70، وهذا يتكلم مع الله متى شاء كيف ما شاء، وهذا عرج به للسماء 70 مرة، وهذا الهالك اللي في قبرص في زماننا كذا، إن هذا الشيخ لما جاء وفاته جاء ملك الموت ليقبض روحه فخاف ورجع إلى الله فقال يا الله ما قدرت أدخل عليه هيبة الله. تلاميذه يقولون هذا اللي هو طريقة رئيس الطريقة النقشبندية، يقول فنزل الله وقبض روحه بنفسه. عاد هو أصلا ما يؤمنون أن الله ينزل ولا يضل، بس يعني كذا بس يريدون يقولونه مبالغة. قال الله بنفسه جاء فقبض روحه، هذا في موقعهم في الانترنت. طيب يقول واحد مثلا هذا في السودان محمد الفاتح هذا صاحب طريقة صوفية يقول إن أنا لما جاءني جبريل علمني صلاة قلت لله يجب تكون صلاتي يعني خير من صلاة محمد، فأنا صلاتي تؤجر عليها 100,000 مرة أكثر من الصلاة التي علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم. ايش هالكبر هذا؟ وين الازراع على النفس؟ ومثل هذه المعاني كانت موجوده وموجوده في طوائف، هو يقصد هدمها. انا بس عشان ما ياخذ الانسان ايضا احنا في زماننا زمان تقديس الشخص، نحن الان نعيش في زمان تقديس للنفس، وان النفس هذه غايه في الكمال والمثاليه الزائده، individualism الى ابعد درجه، وإنك أنت تصنع كل شيء وأنت قادر على كل شيء وأنت perfect وأنت مدري. فلما تكون هذه النفسية تأتي في التعامل مع الدين خلاص ما يرى أخطاء الشيء ولا يشوف أخطاء الآخرين كبيرة وأخطاءه لا شيء فيها، واضح؟ ففي يعني هنا مشكلة تقع. قال فمثل هذه النصوص تفيد في خلق نوع من التوازن. لا تظن أن كل كلام سفيان كذلك وكل مواقفه كذلك، يعني برضو لما تركز على قضية واحدة تظن أن كل حياته متوحرة، لا كل كلامه في هذا الإطار، لا تجمع الكلام بعضه لبعض تصير الصورة فيها نوع اعتدال. بس هذا الحشد اللي يبني هذا المعنى في نفسك وفي الحقيقة معنى مفقود يعني عند الناس اليوم. قال من فوائد محاسبة النفس أنه يعرف بذلك حق الله عليه، ومن لم يعرف حق الله عليه فإن عبادته لا تكاد تجدي عليه،
وهي قليلة المنفعة جدا. قال أحمد حدثنا حجاج حدثنا جرير بن حازم عن وهب قال بلغني أن النبي الله موسى مر برجل يدعو ويتضرع فقال يا رب ارحمه فإني قد رحمته فأوحى الله إليه لو دعاني حتى انقطع عقواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه. فيورثه مقت نفسه والإزراء عليها ويخرج العمل ويفتح له باب الخضوع والذل والانكسار بين يدي ربي واليأس من نفسه وأن النجاة لا تحصل له إلا بعفو الله ومغفرته ورحمته. فإن من حقه أن يطاع ولا يعصى وأن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر، هذا حق الله، بس هو يعني يسامح في حقه من 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 كرمه وجوده ورحمته. فمن نظر في هذا الحق الذي لربه عليه علم علم اليقين أنه غير مؤدي له كما ينبغي وأنه لا يسعه إلا العفو والمغفرة وأنه إن أحيل على عمله هلك. فهذا محل نظر أهل المعرفة بالله بنفوسهم، وهذا الذي أيأسهم من أنفسهم وعلق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. وإذا تأملت حال أكثر الناس وجدتهم بضد ذلك، ينظرون في حقهم على الله ولا ينظرون في حق الله عليهم، ومن هاهنا انقطعوا عن الله وحجبت قلوبهم معرفتي ومحبتي والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره، وهذا غاية جهل الإنسان بربه وبنفسه. فمحاسبة النفس هو نظر العبد في حق الله عليه أولا، ثم نظر هل قام به كما ينبغي ثانيا، وأفضل الفكر الفكر في ذلك، فإنه يسير القلب إلى الله ويطرحه بين يديه ذليلا خاضعا منكسرا كسرا فيه جبره ومفتقرا فقرا فيه غناه وذليلا ذلا فيه عزه. يا سلام، ولو عمل من الأعمال ما عساه أن يعمل، فإذا فاته هذا فالذي فاته من البر أفضل من الذي أتى به. وقال الإمام أحمد حدثنا ابن القاسم قال حدثنا صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد أن الله تعالى أوحى إلى موسى إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت يعني إيش ليكن لسانك وقلبك مشتركين، وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجي حين تناجي بقلب وجل ولسان صادق، يعني قلب خائف. ومن فوائد النظر العبد في حق الله عليه أنه لا يتركه ذلك يدل بعمله أصلا، يدل يعني إيش يمتن favor doing a favor كائنا ما كان، ومن أدل بعمله لم يصعد إلى الله، كما ذكر إمام أحمد عن بعض أهل العلم بالله أنه قال له رجل إني لا أقوم في صلاتي فأبكي حتى يكاد ينبت البقل من دموعي، يعني من كثرة الدموع grass will grow. طيب، فقال له إنك إن تضحك وأنت تعترف لله بخطيئتك خير من أن تبكي وأنت تدل بعملك proud of you seeing يعني arrogant of you فإن صلاة المدل لا تصعد فوقه. فقال له أوصيني، قال عليك بالزهد في الدنيا وألا تنازعها أهلها وأن تكون كالنحلة إن أكلت أكلت طيبا وإن وضعت وضعت طيبا وإن وقعت على عود لم تضره ولم تكسره، وأوصيك بالنصح لله نصح الكلب لأهله فإنهم يجيعونه ويطردونه ويأبى إلا أن يحيطهم وينصحهم. يا سلام، يعني الكلب فعلا تجوعه كذا مع ذلك ناصح لك، بس عاد التمثيل يعني مو مره. ومن ها هنا اخذ الشاطبي قوله في الشاطبيه وقد قيل كن كالكلب يقصيه اهله ولا ياتلي في نصح مبتذلا. وقال الامام احمد حدثنا السيار حدثنا جعفر حدثنا الجريري قال بلغني ان رجلا من بني اسرائيل كانت له الى الله تعالى حاجه. هذا ايضا يعني هم دائما يعطون بالامثله اللي تناسب واقعهم، فلاحين و يذهبون للمرعى والأغنام، والكلب يعني شيء موجود في حياتهم ومعروف. نعم، هذا يدلك على إنسان إذا رم مثال لا حرج، هذا يخفف عليه شوي وطأة التمثيل بالآيرس قبل قليل. فتعبد واجتهد ثم اطلب إلى الله حاجته. قال إن رجل من بني إسرائيل كانت له إلى الله حاجة، فتعبد واجتهد ثم طلب إلى الله حاجته فلم يرى نجاحا، فبات ليلة مزريا على نفسه وقال يا نفس ما لك لا تقضى حاجاتك، فبات محزونا قد أزرع على نفسه وألزم الملامة نفسه، فقال أما والله ما من قبل ربي أتيت ولكن من قبل نفسي أتيت. يا سلام، يعني السبب أن ما حصل لي هذا الشيء
مو لأن الله غير قادر ولا مو بكريم ولا مو بمعطاء ولا مو بيسمعني، لا لا، هذا بسببي أنا وسبب ذنوبي. فبات ليلة مزريا على نفسها وألزم الملامة نفسه فقضيت حاجته، فقضيت حاجته. نقف إن شاء الله عند هنا. قال في علاج مرض القلب الشيطان، نترك المجال إذا حدث تعليق أو سؤال أو فائدة. نحن أنهينا 155 صحيفة، 155 شيخنا. أنا كان عندي هنا ملاحظة إذا تسمح لي. تفضل. نعم، في مسألة، في قصة الأحنف هذه التي فيها أنه حرق إصبعه، يعني مرت علي القصة، مرت يعني يحس، نعم إيه، مرت علي هذه القصة في أكثر من 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 يعني من مصنف كتاب، منها أيضا صفة الصفوة لابن الجوزي وكذا، لكن حقيقة ما استنكرتها إلا إيه، أنا ما استنكرتها إلا اليوم، لأنه فيها شيء، فيها ملحظين، يمكن قد يكون فيها أكثر من ملحظ. الملحظ الأول أن مثل هذا الأمر إذا قام به هؤلاء الفضلاء والأجلاء، يعني ما كان يكون، يعني كانوا يخفونه، يعني يجتهدون في إخفائه عن الناس، فكيف علم؟ ولا أظنه يتحدث بمثل هذا، يقول إني أنا أفعل كذا لا، يكون أحد رآه، إيه قصي رآه، يعني خادمه، خادمه مثلا، إيه نعم نعم ممكن. الأمر الآخر شيخ، أن في زماننا هذا مثل هذه التصرفات قد تعد مما يسمى بالسلف هارم، يعني إن الإنسان يعني يجرح نفسه أو يعني يعذب نفسه. لا بس أنا أعطيك مثال شيخ، طيب إيه؟ ويمكن هذا يبين ليش الأحنف بن قيس علم عن هذا. طيب كنت I'm baking for the kids. طيب، وتعرف عشان تسوي بيكينج لازم يصير بري هيتينج، صح؟ صحيح. فتفتح الفرن كذا درجة الحرارة 450، ايه يا شيخ حرارة النار كذا طيب قوية جدا، فمرة من المرات لما فتحته وجاء لهيب كذا النار، وكان ما في نار بس الحرارة شديدة جدا، يعني for a few seconds I was just، تعرف لما زون اوت يسمونها بالانجليزي، يعني كذا تغفل، يصير تسرح، ايش يسمونه بالانجليزي؟ سبيس اوت، سبيس اوت، يا كذا تسرح يعني جهلي. فانا انظر الى الفرن ومفتوح، وبس قاعد اتخيل كيف يعني اذا فتحت ابواب النار، لا اله الا الله، الله يسرك الاخره، وتسمع شوف كذا يعني الواحد من بعيد، وهذه درجه حراره ولا شيء، ويعني أتحداك دخل إيدك جوا في يعني 10-15 سكن. فبنتي شافتني كذا مسرح، قالت بابا are you okay؟ صغيرة. I came back to realize this. Yes I am. I just think about it. فهي ليست يعني والله من حسن عبادتي ولا ديانتي ولا كذا، لا، بس أحيانا تقع مثل هذه الأشياء وتصير يعني هذا مو والله بكره كل واحد في هالدرس ما شاء الله يفتح الفرن على درجه حراره 500 ويحط راسه جوا، مو هذا المقصود، بس هذا من التذكر، لعله كان يوقد المصباح. طيب، ولما انقد النار كذا قال يا حس يا نفسي، وهكذا يعني هو زي ما قلت لك، هي في على فكره في اثار كثيره جدا زي السلف زي كذا، يعني في أخرى كثيرة من هالطريقة. أنا أظن أن المشكلة في نقلها على أنها محل اقتداء، هي العبرة الجنس هو اللي محل الاقتداء، إن الإنسان يعتبر بالمواقف، بس مش هذه الطريقة بعينها، بس وإلا كان بعضهم فعلا سلفار، بعضهم يقطع إصبعه، بعضهم يأخذ نفسه، يعني أعوذ بالله، في أشياء أقولك هذه تكون تفقع عينها. أنا أظن أن هذا مبالغة، بس يعني جنون بعض الذي يقال في هذا الباب، تتعجب منه وتفتقر في كلام أهل السلوك والمتصوف هذا، تجد عجب يعني،
تجد مبالغات منقوطة جدا. وقع مثل هذا الشيخ من بعض إخواننا، أحد الإخوة مرة، أحد الأئمة يخبرني أنه جاءهم أخ كان أسلم يعني، وله فترة أسلم يعني يمكن سنوات قليلة، ثم وقع في فيما حرم الله سبحانه وتعالى من الزنا، فجاءهم إلى المسجد يريدهم أن يقيموا عليه الحد، هذا في بنسلفانيا في فلادلفيا، فيقول يريد أن يقيم عليه الحد، وجاءوا يستفتون يعني يستفتون الشيخ جعفر وبعض المشايخ، قال لهم طبعا لا ما في هذا مناط ولا شيء، يقول له يستغفر ويتوب، قال لك هو مصر أن يقام عليه الحد. فسبحان الله، فطبعا أنه هو زجرهم عن مثل هذا وقال لهم لا تفعلوا هذا، طبعا ما يجوز. إيه سبحان الله، عظم يجئ نفسه يعني يصيب نفسه بالعطب حتى لا يكون له يعني آلة بعد ذلك. بعضهم يعني في من هذا الشيء ذكر هذا من مبالغات يعني هذا يبغى، بس الله العافية خروج عن السنة يعني عجائب. حصل هذا مع أحد الشباب عندي كان في كاليفورنيا شيخ، حتى ذهب به إلى المستشفى، يعني أنه بلغ من إيذائه لنفسه مبلغا ذهب به إلى المستشفى، وطلبوني في المستشفى وجلست، وطلبني الكونسلر في المستشفى وجلسنا معه وسألته، يقول أنه يعني يرى أنه مقصر وأنه ينبغي أن يعاقب نفسه وكذا، يعني أخذني جهد حقيقة في إقناعه بأن هذا ليس من السنة وأن ليس وأن هذا من مداخل الشيطان عليه وكذا. بعضهم يعاقب نفسه بشيء من الذكر أو بالعزلة أو بكذا أو وهذا أيضا مشكلة يعني. شيخ هل يصح مثل هذا يجوز؟ لا طبعا حرام أن يعاقب الإنسان نفسه بشيء من العبادة. لا الإيذاء، أقصد الإيذاء. لا لا مش الإيذاء، مثلا هب أن رجلا قال لو فعلت، لو وقع مني مثل هذا مرة أخرى أصوم مثلا 60 يوم. ما في شيء بعض ما في شيء على لا يلتزموا عبادة. بعض السلف يقول كنت إذا اغتبت طيب كل يوم أصوم حتى أهلكني الصوم. أظن هذا الشيخ مالك، أظنه ابن وهب كذا ما نسيه، قال حتى أهلكني الصوم، خلاص بلاش صوم، تعبت من كثر ما صوم، ذكرت أحد ولا كذا صوم. فقول خلاص إذا ذكرت أحد وحسيت أن أنا قلت كلام ليس بمناسبة تصدق. قال فحبي في الدنانير أمسك علي لساني. صار يعطي الفلوس بكثرة، قال فكان حبي للدنانير جعلني أمسك لساني. هذه عقوبة جعلها على نفسي، ما فيها أنا لا تكون محل اقتداء يعني. أيه. ما تكون الله. تشريع أقصد، لكن جائز. إيه جزاك الله خير. نعم. الشيخ. أحد آخر. لو نعم. سؤال يعني في نفس الموضوع، حتى لو مثلا مثلا الواحد يقول أنا هصوم كل يوم جمعة، يعني حتى لو ما كانش يوم سنة مثلا أنا للصيام. لغاية ما أبطل أعمل كذا، هل يجوز شيء مثل ذلك؟ ما في شيء يجوز. إنسان مثلا يقول أنا سأصوم مثلا 3 أيام في كل أسبوع، 5 أيام في الأسبوع حتى أقف عن هذا العمل، حتى تقوى نفسي، حتى أروض نفسي. لكن الآن تعلمنا شيء مهم طيب في هذا الدرس، الحقيقة هي ليست في العقوبة، هي في السيطرة على الجوارح. المشكلة حتى لو يعني تفكفك، هو قالك إيش رأس المال قبل الربح، الصوم والصلاة هذا ربح، بس أنت يبغالك تتعلم كيف تحافظ على جوارح. وإذا استقامت لك جوارحك استقامت لك عبادتك ودينك وقلبك، تعلم كيف تحافظ على عينك وعلى لسانك وعلى يدك. خذ الأسباب المتعلقة بها، إيش جيد واستفصال كيف إنسان يحافظ على جوارحه. نعم جزاك الله خير. طيب جزاكم الله خير جميعا. ما أدري كان في أحد كتب سؤال أو في الشات. What does it mean to see if something is مقدور or لا؟ يعني it's possible for you to do. زي من النبي صلى الله عليه وسلم ما كان مقدور له أنه يقاتل أمعالا. كنت خالد أطبع الجواب. الله نعم شيخ. أو نقول يا شيخ feasible. feasible
feasible. Hey. Yeah. No. 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 بالضبط. طيب. جزاكم الله خير. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أسبوع قادم إن شاء الله. بإذن الله إن شاء الله.